أخت جوليات أبو غنيم مدير مدرسة مارليات في عبلين. اليوم تشهد مدرسة مارليات الثانوية يوم للطالب، يوم مميز. بتقدر تحكي لنا عن هذا اليوم، كيف وصلتوا لإله؟ اليوم المميز هذا الغير مألوف بأيام الطالب العادي. ما يجعل هذا اليوم مميزا هم الطلبة أنفسهم بمساعدة المعلمين والأبطال العمالقة، وبأخص بالذكر المعلمة جلوريا خوري مركز التربية الاجتماعية التي عملت لمدة أكثر من أسبوعين لتحضير هذا اليوم حتى يكون نجاحا باهرا. بالرغم من اليوم الماضي كنا نتوقع أن يكون الطقس أفضل حالا، ولكن بالرغم من الشتاء حتى الآن الفعاليات تسير بشكل جدا ممتاز. بالأساس كان همنا أن نعرف طلابنا على أهمية معرفة انتمائهم، من أين أتوا ليعرفوا أين هم وإلى أين سيذهبوا في المستقبل. فكان همنا أولا وأخيرا أن نكشف الطلاب ونعرضهم لحاضرتنا العربية القومية بشكل عام، وأيضا التعرض والانكشاف على حضارات العربية الأخرى مثل تونس، المغرب، مصر، أعلامها، انتماءاتهم السياسية والدينية، الحضارة السائدة في كل بلد عربي، حتى يتسنى لهم أن يتذوقوا ولو بالقليل قبل الخروج للعالم الكبير معنى انتمائهم لهذا الشعب العربي الأشم. غير هيك تميز اليوم بفعاليات متنوعة، تحكي لنا عن الفعاليات، إيش قدموا الطلاب، مأكولات شفنا شو شغلات حلوة تحكي لنا عنها. بدأ اليوم أول حصتين قام الطلاب بتعليم ببدل المعلمين وكان رائع جدا. بعد ذلك كان هنالك عرض لمأكولات شرقية وغربية وأيضا لها علاقة بحضارة كل شعب وشعب، حيث قام جميع الطلبة المتواجدين من الصفوف العاشر والتواسع والحادي عشر، طلبة الثواني عشر لديهم امتحانات شهرية وامتحانات دبليم، وقام الطلاب أيضا بتذوق هذه المأكولات من شتى الطاولات التي كانت معروضة أمامهم، حتى يتسنى لهم التعرف على المأكولات والشعوب التي تحضر هذه المأكولات، وأيضا يكون عندهم الدافعية للتعلم عن هذه الشعوب. القضية ليست بالأكل نفسه، القضية بالتعرف على حضارة الشعب الذي قام بهذا التحضير. وأفتخر أنه لدينا طلاب أولياء أمورهم أيضا ينتمون إلى حضارات أوروبية أو حضارات عربية أخرى، وليس فقط محليين من هنا. أضف إلى ذلك أن هذا اليوم ساعدنا في التعرف على العديد من المواهب التي كانت مخفية حتى الآن، فلطلابنا مقدرات هائلة جدا تنتظر بفارغ الصبر أن نقوم باكتشافها أو إزالة الستار عن مكموناتها، حتى يتسنى لهم أن يظهروا جليا ما عندهم من قدرات. شكراً.